استشهد صباح اليوم فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز الحمراء في منطقة غور الأردن بالضفة الغربية، وذلك بزعم محاولتهما طعن جنود على الحاجز. يأتي ذلك بعد ساعات من قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل الشاب مهند الحلبي في قرية سردة قرب رام الله. والحلبي هو أول فلسطيني ينفذ عملية طعن ضد إسرائيليين في مطلع أكتوبر الماضي. من جانبها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قتلت نحو 150 فلسطينيا وأصابت أكثر من 15 ألفا آخرين منذ أكتوبر الماضي.